تعلن كلية العلوم جامعة المنصورة عن فتح برنامجها الجديد الفيزياء الطبية. بص تعالى نتكلم مع بعض بطريقة سهلة شوية وفهمك ايه هو برنامج الفيزياء الطبية. برنامج الفيزياء الطبية هو برنامج جديد في كلية العلوم جامعة المنصورة، والهدف منه هو ان كلية العلوم جامعة المنصورة تبقى مركزا تعليميا وبحثيا وخدميا مميز على المستوى المحلي والاقليمي والعالمي. ورسالة البرنامج هي اعداد خريج مؤهل علميا وبحثيا في مجال الفيزياء الطبية لتلبية متطلبات سوق العمل وخدمة المجتمع. طب تعالى نتكلم عن اهداف البرنامج. يهدف برنامج الفيزياء الطبية إلى إنتاج خريج قادر على المساهمة في الاقتصاد القائم على المعرفة العلمية والمنافسة محليا ودوليا في المجال الطبي، وده بيحصل من خلال إكساب طلاب البرنامج بالمهارات والمعلومات الأساسية في مجال الفيزياء الطبية والتدريب العملي والميداني على الأجهزة الطبية الحديثة، وإكساب طلاب البرنامج بمهارة التفكير الإبداعي والبحث العلمي، وكمان مشاركته في البحث عن المشكلات في بيئته المحلية واقتراح الحلول لها، وإكسابه أيضاً قدرة على المشاركة في ممارسة وتطوير التقنيات والأساليب التشخيصية والعلاجية. وزي ما اتكلمنا عن أهداف ورؤية البرنامج، تعالى نتكلم عن مجالات عمل خريج برنامج الفيزياء الطبية، زي مراكز التصوير الإشعاعي، حيث العمل في مراكز الأشعة التي تتخصص في التصوير الطبي والإشعاعي بشكل رئيسي، وكمان المستشفيات والمراكز الصحية، حيث العمل في جميع المستشفيات والمراكز الصحية التي يوجد فيها أقسام من التصوير الطبي والإشعاعي، وكمان شركات المعدات الطبية، حيث العمل في المؤسسات التي تختص بتزويد الأجهزة الطبية للمستشفيات والمختبرات، وكمان مجال استخراج اليورانيوم وصناعته، حيث العمل من ضمن مشاريع استخراج اليورانيوم وتخصيبه، بالإضافة للعمل في قطاعات استخداماته مثل صناعة حاويات المواد المشعة وصناعة أجهزة توازن الطائرات وتشغيل محطات توليد الكهرباء الضخمة والعديد من التطبيقات الأخرى. ومش بس كده، ده كمان يقدر يشتغل في المختبرات العلمية والبحثية، حيث العمل في المختبرات التي تتواجد في جميع المؤسسات مثل مراكز الأبحاث والجمعيات العلمية والجامعات، وكمان يقدر انه يشتغل في المفاعلات زي العمل في مجالات متنوعة في المفاعلات الذرية والنووية، وكمان مصانع العدسات، حيث العمل في مجالات ضبط الجودة والمعايرة في المصانع التي تتخصص في تصنيع العدسات والمنتجات ذات العلاقة بالعدسات، وكمان يقدر يشتغل في ضبط وضمان الجودة، حيث العمل في مجال ضبط الجودة وضمانها في المؤسسات والمنشآت ذات العلاقة بهذا المجال. وأخيرا التعليم، حيث العمل في جميع المدارس والمعاهد والكليات في تعليم وتدريس مادة الفيزياء،